هذا الاندفاع، هذا هو من يسيطر الأسد. الأسد خليفة بن خميس الغويص السويدي يسيطر على الزمول، بينما المركز الثاني يتقدم فيه مكيف ومحمد بن ناصر المنصوري. محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري الذي يأتي في المركز الثاني، بينما شاهين يتقدم في هذه اللحظات ويأتي في المركز الثالث مبارك بن محمد بن سالمين العامري، بينما المركز الرابع يأتي في رابع المراكز شاهين سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي بشعار المحنك الحاضر والمنطلق مع عالم الأصالة، بينما المركز الخامس شاهين، في المركز الخامس سلطان بن أحمد بن عبيد الفلاسي يأتي في المركز الخامس، والسادس المراكز شاهين يأتي في المركز السادس مبارك بن حمد بن دحروي العامري، المركز السابع تقدم في هذه اللحظات حشيم محمد بن سعيد بن سليم الكتبي، بينما المركز الثامن ثامن المراكز تقدم ووصل في هذه اللحظات مواكب ليواكب مسار هذا الشوط أحمد بن محمد بن كراز المهيري يقدم مواكب، وتاسع المراكز هذا حشيم لراشد بن حمد بن عبيد بن جرش الغفلي، والمركز العاشر يأتي في شاهين وحمود بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. هذه العشرة المراكز الأولى، هذه العشرة المراكز الأولى من الزمول إلى صايل المحليات في شوطنا الحادي عشر الذي انطلق بهذه الأسماء وانطلق بهذه الشعارات العملاقة الجميلة القوية الذي تنطلق في عالم الأصالة لتتنافس في هذا اليوم على نيل الفوز والناموس. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الانطلاق الأول مشاهزة، وهذا اللي يقود المشاركين ويتحدى المنطلقين في هذه اللحظات ويسيطر على مقدمة الشوط اللي هو الأسد. الأسد خليفة بن خميس الغويص السويدي يأتي بالمركز الأول ويسيطر على المقدمة، بينما يأتي شاهين في المركز الثاني ويأتي مبارك بن محمد بن سالمين العامري على ثاني المراكز في هذا الاندفاع والانطلاق، بينما المركز الثالث نتقدم إلى ثالث المراكز. شاهين يأتي في المركز الثالث وينطلق بهذا الاندفاع القوي والجميل، سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام المركز الرابع مكيف، يأتي في المركز الرابع محمد بن ناصر بن طويل بن المنصوري على رابع المراكز، وناخذ البقية يا أبو حمد المراكز البقية في هذا المنطلق وهذه الأربع المراكز. أما المركز الخامس شاهين مبارك بن محمد بن دحروي العامري يتقدم على خامس المراكز، والمركز السادس ياتينا في هذه اللحظات مواكب لأحمد بن محمد بن كراز المهيري، والمركز السابع وصل في المركز السابع شاهين حمود بن غانم بن علي بن حمود الظاهري الشعار الاقتصادي حاضر كذلك ومقدم شاهين، بينما المركز الثامن ثامن المراكز حشيم محمد بن سعيد بن سليم الكتبي في المركز الثامن، وتاسع المراكز شاهين سلطان بن أحمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي، والمركز العاشر اللي في المركز العاشر بالضبيع هناك يتقدم غنام لسعيد بن عبيد بن خليفة بالرشيد. هذه النتيجة، هذه النتيجة يا سلام للعشرة المراكز، وهذا ندانا الثاني في هذا الشوط، ندانا الثاني للعشرة المراكز. تابع يا متابع، الشوط يحمل أسماء، الشوط يحمل أسماء لها سجلات حافلة صالت وجالت وقدمت الكثير من الإنجازات من السيارات من التحديات. ترقبوا 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 المزيد والعديد في
في هذا الشوط. تابع يا متابع هناك المركز الأول، السيطرة على مقدمة الشوط لا زالت تحت أقدام الأسد خليفة بن خميس الغويص السويدي، يتقدم المشاركين ويقود مساري هذا الشوط بالتنافس مع شاهين مشاهدين الأعزاء. شاهين في المركز الثاني يتقدم على ثاني المراكز ويأتي بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع في هذا الانطلاق. مبارك بن محمد بن سالمين العامري يقدم شاهين في هذا الاندفاع على ثاني المراكز. أما المركز الثالث يتقدم فيه شاهين لسعيد بن راشد بن غدير الكتبي على المركز الثالث. والمركز الرابع ياتينا شاهين لمبارك بن حمد بن دحروي العامري. والمركز الخامس وصل شاهين وتحرك، بدأ يغير من مواقع شاهين حمود بن غانم بن حمودة الظاهري على المركز الخامس، بينما المركز السادس مع بن كراز مواكب أحمد بن محمد بن كراز المهيري. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، الخمس المراكز الأولى، وانحنى الميدان وغير شاهين راعي الزعفران، غير شاهين راعي العوايد، غير شاهين راعي السيارات راعي الإنجازات. ست سيارات في رصيده بإنجازاته الجميلة والرائعة. هنيالك يا بن سالمين، هنيالك شاهين مبارك بن محمد بن سالمين العامري الذي يقدم شاهين بإنجازاته وانطلاقاته وتحدياته في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع بإنجازاته العديدة وهذا الاندفاع القوي. شاهين يسيطر على مقدمة الشوط ويقود المشاركين. مبارك بن محمد بن سالمين العامري يقدم شاهين على المركز الأول، بينما المركز الثاني الأسد خليفة بن خميس الغويص السويدي على مقدمة هذا الشوط يقود المشاركين. ولكن شاهين بن حمود خطير للغاية الذي ينطلق كذلك في المركز الثالث على ثالث المراكز اللي يتقدم حمود بن غانم بن حمود بن علي بن حمودة الظاهري. وواصل بن كراز مع مواكب ديروا بالكم يا سلام أحمد بن محمد بن كراز المهيري. ووصول في هذه اللحظات وصل الهمال ينطلق في هذه اللحظات. شاهين بخلفان المزروعي بدأت الأوامر وشاهين اخترق حاجز الصوت، بدأ يتسلل بالشعار الاقتصادي، ولكن شاهين مبارك بن محمد بن سالمين العامري وشاهين بن حمودة من الجانب الثاني. غانم بن محمد بن حمودة الظاهري واللي هو حمود بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. ولكن شاهين مسيطر بإنجازاته، شاهين بتحدياته، يعرف هذا المكان تماما، يعرف هذا الموقع المركز الأول. ما حبنا المركز الثاني الأول، أموت وحيابه يا سلام. شاهين مبارك بن محمد بن سالمين العامري يضيف إنجازاته واستعداداته للمهرجانات للختاميات للموسم الشيق لإنجازاته وللسيارات والزعفران. تهانينا وسلام زاخر سلام في هذا الصباح مبارك بن محمد بن سالمين العامري، تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهين لحمود بن غانم بن علي بن حمودة، قدم كذلك أداء جميل. للمركز الثالث الهمال لشاهين بخلفان المزروعي في المركز الرابع. والمركز الخامس اللي هو مواكب لأحمد بن محمد بن كراز المهيري. كان هذا الشوط المركز الخامس وصل فيه جابر بن حمد بن عفير. هكذا كان هذا الشوط بأثارته وبحماسه، وهذا شاهين يعيد إنجازاته لجماهيره ومتابعينه بالتوقيت الزمني على شاشة التلفزيون 9 دقائق و56 ثانية و6 أجزاء.
من الثانية تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن سالمين العامري على هذا الفوز، بينما شاهين كذلك قدم أداء جميل وقدم منافسة رائعة للغاية. حمودة بن قانم بن علي بن حمودة الظاهري قدم توقيت زمني مقداره 9 دقائق و57 ثانية، جزء واحد من الثانية، ونشوف مع مخرجنا الذي يستحق المتشكر وتقدير وأكثر من ذلك على هذه الدقة. المركز الثالث، ناخذ المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء اللي وصل فيه وقدم كذلك تحدي في الأمتار الأخيرة اللي هو الهمال لشاهين بن خلفان المزروعي 10 دقائق و2 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.